ومن عاش على شيء من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. يا الله. وحدثني إخواني في أمريكا وأنا في زيارة لهم عن شاب أمريكي يدخل على إخواننا في صلاة الفجر في مسجد من مساجد مدينة بروكلين في ولاية نيويورك، وفي ترجمة حرفية تقريبا للحوار الذي دار بينه وبين إخواننا دخل عليهم بعدما انتهوا من صلاة الفجر وقال لهم: أريد أن أكون من أتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أريد أن أدخل الإسلام، دلوني ماذا أصنع؟ قالوا: من أنت؟ وما حكايتك؟ وما الذي جاء بك؟ قال: دلوني ولا تسألوني، ماذا أصنع؟ قالوا: اغتسل. فاغتسل، ردد الشهادتين، فردد الشهادتين: لا إله إلا الله محمد رسول الله. علموه الصلاة فصلى الصبح. قال: أريد أن أبقى معكم في هذا المركز أياما لأتعلم الإسلام. فأبقوه معهم، ومضى اليوم الأول، ومضى اليوم الثاني، ومضى اليوم الثالث، وقد لفت هذا الأخ الكريم أنظار إخوانه بطول سجوده بين يدي الله جل وعلا، بكثرة بكائه لله سبحانه وتعالى، بحرصه على أن يسمع القرآن الكريم. فبعدما انتهوا من صلاة المغرب جلس إلى جوار أخ من إخواننا ليسمعه القرآن، فقال هذا الأخ الكريم له: يا أخي، صرت أحقر نفسي إلي جوارك، ما نظرت إليك إلا واحتقرت نفسي، وأنا دخلت هذا الدين من عشرات السنين وأنت لم تدخل إلا من يومين، أراك باكيا خاشعا تريد أن تسمع القرآن في كل دقيقة. يا أخي بالله عليك أخبرني، ما حكايتك؟ ما قصتك؟ فقال له بأنه منذ 4 سنوات لا تمضي عليه ليلة، من 4 سنوات لا تمضي عليه ليلة إلا وهو يبكي، لا ينام إلا باكيا، وهو يتضرع إلى الله الحق سبحانه وتعالى أن يدله على الدين الحق. شاب أمريكي من أصل أسباني يعتنق النصرانية ويتضرع إلى الله جل وعلا أن يدله على الحق. يقول لهذا الأخ الكريم: وفي الليلة التي دخلت عليكم صبيحتها نمت باكية وأنا أسأل الله عز وجل أن يدلني على الحق. قال: فرأيت عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام في الرؤيا وهو يشير إلي بسبابته ويقول: كن محمدية، كن من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وعيسى ومحمد أخوان، أخوان، دينهما واحد وهو الإسلام، ما جاء للبشرية إلا بالرحمة وإلا بالحق والهدى. وسينزل الله عيسى كما سأبين إن شاء الله تعالى بالتفصيل في هذه السلسلة العلمية المنهجية الكريمة ليحكم الأرض بشريعة محمد بن عبد الله، إن الدين عند الله الإسلام. يقول له عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام: كن محمدية، كن من أتباع محمد بن عبد الله. قال: فخرجت فدخلت عليكم لأنه أول مسجد أمر عليه. يقسم الإخوة بالله، أذن المؤذن لصلاة العشاء ودخل هذا الشاب الكريم في الصلاة مع إخوانه، وفي الركعة الأولى سجد السجدة الأولى ولم يرفع رأسه، وأكمل الإخوة الصلاة وسلم الإمام ولا زال الأخ ساجدا. نادى عليه الإمام: يا فلان يا فلان، فلم يجبه، فقام إليه ونادى عليه إخوانه الذين يصلون إلى جواره: وإذ بأحدهم يحركه فوقع على الأرض، فنظروا إليه
فوجدوا روحه قد فاضت إلى الله جل وعلا. يا رب ارزقنا حسن الخاتمة، يا رب ارزقنا حسن الخاتمة يا الله. وهو ساجد بين يدي الله عز وجل، يا لها من خاتمة. يبعث ساجدا، يبعث يوم القيامة من قبره ساجدا، ويحشر إلى الله عز وجل وهو ساجد، كما قال الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى: يبعث كل عبد، والحديث في صحيح مسلم وسأرجع إليه بعد ذلك بالتفصيل إن شاء الله، يبعث كل عبد على ما مات عليه. من مات على طاعة بعث على ذات الطاعة، من مات بلباس الإحرام في الحج والعمرة يبعث يوم القيامة بلباس الإحرام، وهو ينادي في أرض المحشر وليس في أرض عرفة أو في أرض منى أو في أرض الحرم، وهو يقول لبيك اللهم لبيك في أرض القيامة أرض المحشر. يبعث كل عبد على ما مات عليه. فهذا الشاب الحبيب الكريم يبعث وهو ساجد، أي شرف هذا وأي كرم من هذا أيها الأفاضل. شايف الخاتمة؟ رجل من الأفاضل كان يعمل مؤذنا لله عز وجل، فهو من الثراء بمكان في عصرنا هذا، لا أتكلم عن عصر الصحابة ولا عن عصر التابعين، في زمننا هذا يؤذن ابتغاء وجه الله، لا يريد جزاء ولا شكورا، ورجل ثري وسع الله عليه، وقبل الموت مرض مرضا شديدا فأقعده في الفراش، كل ما يبكيه أنه حرم من الأذان في آخر الأيام وفي اليوم الذي قدر الله عليه الوفاة، يبكي لربه جل في علاه ويقول يا رب يا رب أي ذنب هذا الذي ارتكبته لأتوب إليك منه، أي ذنب هذا الذي حرمني من الأذان في آخر اللحظات لأتوب إليك منه، يا رب لا تحرمني بذنوبي من هذا الأذان الذي تعلق به قلبي والذي طالما حرصت عليه طوال حياتي، لا تحرمني منه بذنوبي في آخر لحظات حياتي. وحان وقت العصر قبل هذه الدعوات، فسمع الأذان يرفع من المساجد القريبة من بيته، فبكى وهو في الفراش لا يقدر على القيام ولا على الحركة ولا على الخروج، وإذ به يقوم ويقف على السرير الذي ينام عليه ويتجه إلى القبلة ويرفع الأذان في بيته، الله أكبر الله أكبر إلى آخره، إلى أن وصل إلى قوله لا إله إلا الله، وسقط على الفراش. فأسرع إليه أهله وأولاده فوجدوا روحه قد خرجت مع لا إله إلا الله. يا لها من خواتيم، يا لها من خواتيم. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. يا رب استرنا ولا تفضحنا، والله العظيم لا هي بالمنظرة ولا بالجعجعة ولا بالكلمات تتصل علي أخت مغسلة تغسل الأموات لتستفتيني في مسألة استشكلت عليها أثناء الغسل لامرأة عادية في قرية من القرى،
فتقول لي الأخت الفاضلة: يا شيخ أنا أمام موقف غريب. تفضل يا أختي. قالت: المرأة يدها اليمنى على ظهر يدها اليسرى على صدرها، ولا نستطيع أن نفصل اليد اليمنى عن اليد اليسرى، لا نستطيع أبدا. قلت: سبحان الله، سلي أهلها يا أختاه، كيف ماتت؟ قالت لي: ماتت وهي قائمة تصلي، يدها على صدرها، ماتت وهي قائمة تقرأ ما يسر الله لها من القرآن. قلت: ضعي، اترك الأمر على ما هو عليه، واقطعي الثوب بحكمة ورفق، واتركي يدها هكذا، لأنها ستبعث هكذا كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. لا تستطيع، لا تستطيع أن ترفع اليد اليمنى عن اليد اليسرى، اتركيها هكذا. وإذ بها بعد ساعتين تقريبا تتصل بي مرة أخرى وتقول: مسألة أخرى يا شيخ. قلت: تفضلي. قالت: الكفن اللي أنا بحكفن فيه هذه السيدة الفاضلة طويل جدا بصورة ملفتة. قلت: يعني طويل؟ قالت: فيه زيادة أكثر من متر ونص. الكفن معروف له قطعية معينة، تقول لي الكفن زيادة أكثر من متر ونص، أعمل إيه؟ سبحان الله، اسألي أهلها كده تاني، خليني اديني أي حد من الأسرة. قالت: أنا سألتهم، فردت أخت هذه السيدة المتوفية الفاضلة أو المتوفاة، قالت: أصل أختي كان لها دعوة غريبة، سيدة عادية خالص، فلاحة زي أمي وأمك، الفطرة الطيبة النقية، فبتقول كانت أختي دي لها دعوة غريبة تدعو الله عز وجل في كل صلاة تقريبا. فقلت لها: إيه الدعوة دي؟ قالت: كانت تقول: اللهم استرني، اللهم استرني، اللهم استرني، واجعل كفني زيادة. زيادة تيجي الزيادة بالحجم ده؟ واجعل كفني انت فكرت في الكفن؟ انا فكرت في الكفن؟ انشغلت بالقضية دي؟ انشغلت بقضية الكفن والقبر؟ مش ممكن. انظر إلى صفاء ونقاء الفطرة،